سلام أصدقائي وصديقاتي، فيديو اليوم رح يحكي عن النسوية. بهمني أنوه إنه كل معلومة رح تذكر بهذا الفيديو أو أي محاولة للتطرق لأي موضوع بيتعلق بالنسوية فهو نتيجة لتجربتي ونظرتي لهذا الموضوع. أكثر موضوع أنا كسبي مفكر إنه إحنا بحاجة للنسوية علشان هو موضوع العنف ضد النساء. إحنا اليوم موجودين في 2021 إنه بعد في نساء تقتل بس لأنها نساء. العنف فيه العديد من الأشكال. اليوم الشكل الأسهل إنه نحط إصبعنا عليه وعن جد هيك نقدر نثبت وجوده هو العنف الجسدي. العنف الكلامي اللي لا يقل أهمية عن أي نوع ثاني من العنف، اللي ممكن يكون فيه توبيخ، تقليل من الشأن، تهديد، كلام جارح، مقارنات، ممكن يكون على العديد من الأشكال. على فكرة في العديد من الضحايا اللي يقال إنهم ولا مرة مرقوا بتجربة عنف جسدي ولكن كان في عندهم عنف كلامي دائما، وبالنهاية قتلوا على يد زوجهم أو على يد أبوهم أو على يد أخوهم نتيجة لتراكم هذا الغضب أو تطرف بالعنف اللي ما كانش فيه له قبل أي مؤشرات لعنف جسدي. مثلا العنف العاطفي اللي ممكن يكون على شكل تلاعب بالمشاعر ممكن يسبب لنا تراومات، خوف دائم، اكتئاب، تقدير واطي للنفس، يكون فيه له كثير أبعاد نفسية مش بالضرورة نقدر نشوفها بالعين المجرد. العنف الجنسي ممكن يكون على كثير أشكال، منها استغلال جنسي، تحرش، اغتصاب، وحتى اغتصاب بين الأزواج. للعنف الاقتصادي في تأثير جداً على التعلق. في العديد من النساء اللي بمرقوا عنف على أشكال ثانية عندهم مشكلة إنه يقوموا من هاي دائرة العنف لأنه ما فيش عندهم ضمان اقتصادي، اللي ممكن بشي مرحلة ما يقدروا إنهم يحافظوا على وجود أطفالهم معهم لأنهم ما بيقدروا يعيشوهم، لأنه مش عن جد في مدخول، لأنه مش عن جد في مهنة، لأنه مش عن جد في مصاري علشان يقدروا يقوموا بإعالة هاي الأطفال. من 2018 لل 2020 كان في 69 جريمة قتل للنساء، 24 حالة من جرائم القتل كانت على يد الزوج اللي هو نوعاً ما لازم يعطينا الأمان، شريك حياتنا اللي هو الإنسان اللي بيكملنا. نصف النساء اللي قتلوا كانوا معروفات لخدمة الرفاه الاجتماعي، والثلث النساء اللي قتلوا كانوا مقدمات شكوى قبل الموت. 75% من الشكاوى اللي قدمت اتسكرت لأنه مش عن جد كان في أدلة، لأنه مش بالضرورة العنف كان جسدي. والمؤسف ومحزن أكثر إنه بفترة الحجر الصحي ارتفعت نسبة العنف أو تقديم الشكاوى 30%. فإحنا عايشين حياة غير آمنة، إحنا عن جد بعدنا بحاجة للنسوية. فما ترضي تكوني بمحل اللي ما بيتعامل معك كإنسان قبل ما يتعامل معك كأنثى. دايماً فيك تقومي من المحل اللي أنت موجودة فيه، دوري، فتشي، تلفني وبتلاقي الحل، بس ما تكوني بهيك محل.